السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عواش مبروك علينا وعليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طويجين ديال الروطال او الاخطبوط، ساهل ماهل. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، كيف كتشوفوا معايا خديت طويجين وضعت فيه جوج بصلات مشلضين وضفت عليهم زيت الزيتون، وعندي كذلك واحد ثلاثة دريصات ديال الثوم والقزبر والمعدنوس وجوج حبات ديال الطماطم تكون غير صغيرة وواحد نص حامضة. غادي ندير الطاجين ديالي على نار مهيلة حتى تشحر البصلة مزيان ونرجع معكم. بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاج، غادي نحتاج للخرقوم والتحميره والبزار والكمون وبطبيعه الحال الملح. كيف كتشوفوا معايا البصله ديالنا شحرات مزيان كيف موضح في الصوره. غادي نضيف المطيشه والقزبر مقطع والثوم كيف كتشوفوا. طريقه سهله مهله، الاهم انها طويجين كيجي لذيذ ومعلق كيف غادي تشوفوا معايا. صافي غادي نضيف هاد التوابل كامله. صافي كيف كتشوفوا معايا غادي نحرك هاد المكونات هادو. صافي غادي نسد الطاجين ونخليهم يتشحروا ونرجع معكم. كيف كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديال البصله ومطيشه ديالنا. من بعد ما خليناها تشحرات مزيان، صافي في هاد الاثناء غادي نضيف الروطال او الاخطبوط اللي مغسول مزيان ومسلوق مع شويه الملح والحامض وورقه سيدنا موسى وواحد طريس ديال الثومه. صافي وغادي نعصر ديك النص حامضه مزيان فوق الاخطبوط كيف كتشوفوا. صافي وكنحرك المكونات كاملين باش ينسجموا لينا مع بعضهم كيف كتشوفوا. طريقه سهله مهله. صافي وغادي ندير واحد جوج طريفات ديال الحامض وغادي ندير واحد المزيود ديال الحار كيف كتشوفوا. وكنعتذر منكم على الصوت ديالي لانني واخده واحد نزله ديال البرد، هذا الشيء علاش الصوت ديالي مغير. صافي وغادي نضيف الزيتون وغادي نخلي الطويجين ديالي يطيب مزيان. وكيف شفتوا معايا ما كنديرش الماء نهائيا، غير ديك المطيشه والبصله كيطلقوا الماء وحتى الروطال ملي كنضيفوه كيطلق الماء. كيف كتشوفوا كيجي الطاجين ديالنا معلق ولذيذ. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم ان شاء الله. الى اللقاء، الى فيديو قادم باذن الله.